السلام عليكم. اليوم نتكلم على الأشغال تاع إنشاء المقر الجديد لمجلس الولائي لولاية الجزائر العاصمة، حيث أنه فيه زيارة تاع والي ولاية العاصمة إلى هذا المشروع اللي يقع بمنطقة المحمدية، واللي يعرف يعني نسبة أشغال جدا متقدمة. المشكل هو أنه هذه المنشآت هذه الإدارية يعني حبذا لو كانت مجتمعة في مكان واحد، وما يسمى بالمركز الإداري للمدينة، وتكون فيه كل المنشآت هذه مجتمعة في نسيج عمراني منسق ويعطي جمالية للمدينة وكذا. لكن للأسف كل هذه المنشآت يعني المقرات الجديدة تاع الوزارات والهيئات الرسمية وكذا كلها متبعثرة في كل حدب وصوب. والله الأمر هذا ما عرفناش واش نقوله. المهم خلكم تتابعوا ما تبقى من هذا الفيديو، والسلام عليكم.